السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ميزة حلوة في كانفا. كانفا هي منصة تقدر تعمل بيها شغل حلو جدا. فاجي هنا في الابس واقول له سبيد، ولا هنا سبيد بانتر بيخليك تبدأ ترسم بشكل حلو. طبعا في برضو دوت، الاثنين برضو بيشتغلوا بشكل كويس. ممكن تديله صورة وهو يرسمها لك، ممكن تقول له نيو ديزاين او في التصميم اللي موجود هيبدأ يعمل لك مؤثر جميل كأنك انت بترسم. طيب انا هقول له ان انا عايز ويت بورد، يعني زي سبورة كده ترسم عليها. فدي تبقى مفيدة ان انت مثلا عندك محاضرة عايز تشرح حاجة، فبتلاقي التولز اللي تشرح بيها للطلبة وتشير معاهم الشاشة. بدأ يفتح لي التولز ديت، او ممكن تيجي من ابس في اي لوحه او اي صوره عندك، تيجي هنا وتقول له ابس وتضيف السبيد بانتر، تقول له تشوز فايل وتبدا تختار الصوره. بيبدا هو يرسم الحواف وبعد كده يبدا ان هو يلونها. وليكن مثلا خلينا ناخد صوره شخص حقيقي، شخص عشوائي كده من الشارع ما نعرفوش، ونقول له ارسم لنا الصوره دي. هيبدا دلوقتي بقى يرفع الصوره، يقولك انت عايز ترسمها في كام ثانية خليها 5 ثواني، وعايز تلونها في كام ثانية خليها في 3 ثواني. فبيبدأ يعمل لك فيديو اهوت. هقول له بقى ديفالي لي الديزاين، هو 8 ثواني اهوت اهو. بيبدأ يرسم وبعد كده يبدأ ان هو يلون بالشكل دوت. وطبعا دي ممكن تعملها في دروس تعليميه كتير، بدل ما الناس تشوف صوره وخلاص، لا تشوفها وهي بتترسم بالايد وتبدا انها تتلون. وفي قنوات كتير قايمه على كده، زي قناه اخضر مثلا بيبدا يشرح كتب باسلوب زي كده.